وسام سويلميلا جاءت سعودية عاشت في ألمانيا لمدة 3 سنوات. قالت إنها تعرضت للتعنيف والإساءة والتحرش من قبل والدها وأفراد عائلتها طوال حياتها، ما دفعها أخيرا للهروب واللجوء إلى ألمانيا. أعلنت الفتاة السعودية قبل أيام إنها سوف تعود إلى المملكة، رغم إنها تلقت تهديدات بالقتل من أحد أفراد عائلتها في حالة عودتها للسعودية. قرار رجوعها إلى السعودية هو قرار نهائي، وقالت إنها بتثق في الحكومة وإن الحكومة سوف تحميها وتاخد لها حقها. بالفعل توجهت إلى السفارة الألمانية وقدمت سحب لجوءها بالتنسيق مع السفارة السعودية. بعدها توجهت إلى المملكة على متن أقرب رحلة لها. الفتاة السعودية كتبت قائمة تضم أسماء أشخاص من أقاربها، تقوم وزارة الداخلية السعودية باستدعائهم لتوقيع على تعهد بعدم التعرض لها. يقال إن الفنان فايز الملكي هو الذي أقنعها بالتوجه للسفارة السعودية والعودة مرة أخرى إلى المملكة. أما عميها أبو نير قال إن ما قالته وسام هو كذب، ولم يلقي إليها أحد بالتهديد من أفراد عائلتها. مش بس كده، استنكر ما كشفته وسام من تفاصيل عن حياتها، متهما إياه بطريقة غير مباشرة بالإساءة لقيم المسلمين على حد تعبيره. بعد أن هربت إلى ألمانيا، وسام السويلمي وصلت إلى السعودية. فور وصولها إلى المطار ولحظة وصولها للرياض، استقبلها فريق من الحماية الاجتماعية من وزارة الموارد البشرية والتنمية، وتم نقلها لأحد الفنادق في الرياض. توجهت بالفعل إلى السفارة في برلين وألغت طلب اللجوء، واستقبلتها السفارة السعودية ووفرت لها احتياجات العودة. أوقفت الشرطة السعودية في مدينة عرار شمال البلاد والد وسام دون الإشارة لاسمه بتهمة التحرش بوسام، بالاستنادة لمقطع فيديو نشرته الابنة ويوثق الحادثة التي أثارت جدل كبير في السعودية. الفتاة الآن مقيمة في الرياض بأحد المساكن اللي وفرتها لها الحكومة.